المميز اللي هو إريكسون البرازيلي مرة أخرى تأتي تهديدة في العارضة وتصد وأيضا في العارضة جول وأي الله ثلاث في العارضة ورا بعض هذه في العارضة لا والله مو في العارضة يتابع هنا إيريك إريكس وبرافو العارضة ثلاث مرات مو مرة ولا مرتين ولكنها ثلاث مرات وبواسطة ثلاثة من لاعبي الأخوية شوف 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 لاحظ أمامك شنه اللي جرى سالفة العارضة الأولى أمامك والثانية أمامك والثالثة أمامك وكل العارضة تتدخل وتنقذ شوف الأولى أمامك الأولى طبعا التسديدة بعد ذلك الرأسيتين لاحظ معاي الإمساك اللي تقدم وعمل أيضا الكرة اللي كانت في العارضة وبالتالي تضيع فرصة على أقل تقدير